محمد تهامي مشرف محطة وقود 13 قرقارش تابع الراحلة محطة بنواس. والله الظروف تحسنت طبعا، الازدحام قل بصورة كبيرة. طبعا تزويداتنا يومية متحصلوا على طلبياتنا اللي هي من 3 إلى 4 طلبيات يوميا، وطبعا بطريقة منتظمة. طبعا هو السبب ممكن يكون انقطاع الكهرباء بفترات طويلة أدى إلى الازدحام وتخوف الناس من أن يصير فيه إقفال أو شيء، لكن الحمد لله البنزينة متوفرة والحركة متاع التزويد منتظمة، وتضافرت الجهود في المدة الأخيرة أن توفر الأمن. طبعا نشكر الأمن العام، وفرنا دوريات بصورة مستمرة تساعد فينا في تنظيم حركة التزويد، وابتداء من الخميس الماضي اللي هو يوم 20 تقريبا بدينا في التزويد والمحطة مفتوحة 24 ساعة. يعني والله احنا نقول ان دائما ان البنزينه متوفره يعني، والشركه البريقه والشركات الموزعه طبعا تطمن في المواطنين، واحنا ما شفناش اي خلل في عمليات التزويد بالنسبه للمحطات طبعا. ولما يزيد الطلب اكيد بتصير في ربكه في الجدول للسيارات، خاصه مع ازدحام الطرق وكذا، مرات السيارات تعطل في الطريق يعني، لكن توزيع الطلبيات وتوفر الوقود موجود بطريقه مستمره يعني، ما احنا ما شعرناش باي خلل. لكن الازدحام اللي هو عدم الانتظام في عملية التزويد يعني، المواطن قصدي اللي يبدأ عنده نص تنك وكذا يجي في فترات اللي هي متأخرة يعني، احنا تو نشتغل 24 ساعة، يجي في الليل متأخرة وفي الصبح بدري ممكن يزود بطريقة أسهل، ويخلي الأوقات الثانية للناس اللي هي محتاجة فعلا يعني، ما عندهاش وقود ومحتاجة فعلا للوقود. وطبعا اللي زايد الازدحام ممكن ازدياد الطلب من المناطق الاخرى، فزايد علينا شويه الزحمه يعني من برا طرابلس. بارك الله فيكم، لا نشكركم وبارك الله فيكم.